بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام. إلى هذه الفقرة من على كتاب بيالليغي كومبخوند، رأينا في المسابق لدو شير المعيزتين، رأينا صراع هاد المعيزتين بعدما كانت كل واحدة منهما على الجانب المقابل للخندق، وفي لحظة ما أراد العبور من على هذا الجسر الصغير، هذه الخشبة طبعا، فوقع سوء تفاهم ثم شجار بينهما. إذا طبعا في هذه الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع ما تبقى من هذه القصة طبعا في هذا الجزء الثاني كما عندنا هنا. لي دو شيفغ سويت. إذا نتكلم عن المعيزتين، تابع سويت تأتي من لو فيرب سويفغ، سويفغ يعني فعل تابع. إذا أولا سنرى هاد الكلمات. إذا عندنا هنا مثلا je le dirai à maman، je le dirai à maman. طبعا كما تلاحظوا هنا بان هذا c'est le verbe dire، كما عندنا هنا c'est le verbe dire، c'est le verbe dire، هذا فعل قال. conjugué à quel temps، اذا مصرف اي زمن. طبعا conjugué au futur simple، conjugué au futur simple. اذا la conjugaison du verbe dire au futur simple qu'est-ce qu'on va dire؟ On va dire je dirai, tu diras, il dira, elle dira. إذن il dira هو سيقول في المستقبل، elle dira هي ستقول في المستقبل. ثم عندنا nous dirons نحن سنقول، vous direz أنتم ستقولون، ils diront هم سيقولون، elles diront هن سيقولن في المستقبل طبعا. هنا نصرف لو فيرب دير او فيتور سامبل. جو ديري ا مامون، انا ساقول لامي. ثم عندنا جو لو ديري، انا ساقوله، انا غنقولها ا مامون لامي، انا ساقول هذا الامر، انا ساحكي عن هذا لامي. جو لو ديري ا مامون. ثم عندنا ان غون كو، ان غون كو، ان غون كو. طبعا ان غون اذا نتكلم عن شيء كبير، في المؤنث نقول اون غوند. ان غون كو طبعا كلمه كو بهذه الطريقه طبعا كما هي مكتوبه هنا ان تعني ماذا؟ لو بارتي دي كور دو سيرتان فيرتيبري كي يوني لا تيت او ترون، كي يوني لا تيت او ترون. اذا نتكلم عن لا بارتي دو كور، اذا نتكلم عن الجزء من الجسم، لو بارتي دو كور، اذا نتكلم عن جزء ما من الجسم، دو سيرتان فيرتيبري، فيرتيبري، نتكلم هنا عن الكائنات التي عندها عمود فقري، التي عندها عمود فقري، كما عندنا هنا دو سيرتان فيرتيبري، كما نتكلم عن لبعض الفقريات ان صح التعبير، اذا نتكلم عن الكائنات التي تمتلك عمود فقري. إذا نتكلم عن تسلسل تلك العظام التي تكون الهيكل العظمي طبعا. إذا نتكلم هنا عن سيغتان فيرتيبري. إذا نتكلم هنا عن بارتي دو كور، إذا نتكلم عن جزء من الجسم، دو سيغتان فيرتيبري، لبعض الفقريات إن صح التعبير، كيوني لا تيت، كيوني لا تيت أو طخون، التي تربط، التي تربط الرأس أو طخون بالجدع، المقصود ببقية الجسم. إذا عندما نتكلم عن لوكو، إذا نتكلم عن العنق، هذا العنق هو الجزء الموجود من الجسم والذي يربط الرأس بباقي الجسم، أو طخون كما نقول بالجدع. هنا عندنا كيوني، إذا نتكلم عن لو فيرب يونيغ، ومنها كما ذكرنا لينيون، لينيون نتكلم احيانا عن لينيون اوروبيان، اذا نتكلم عن الوحده الاوروبيه كما نقول، او الاتحاد الاوروبي. اذا نتكلم عن لينيون يعني الوحده، الاتحاد. هنا عندنا الفيرب اونيغ اللي تيجي من هذه الكلمه، اذا كي اوني لا تيت او طون. اذا نتكلم عن هذا العنق الذي يربط الراس بالجدع، المقصود ببقيه الجسم. احيانا نتكلم عن لوكو، لوكو دي بوتي، إذا نتكلم عن عنق الزجاجة، لوكو دي بوتي لوغولو.
طبعا لو قولوا أن تعني بشكل مباشر تعني عنق الزجاجة. لو كودي موتاي إذا نتكلم عن عنق الزجاجة أو نقول لو قولوا. طبعا هنا عندنا أن غون كو، طبعا كما نقول عنق كبير، ولكن كما سنلاحظ بأن هناك خطأ مطبعي هنا. لو كو اللي تنتكلم عليه هنا، لو كو الذي سنتحدث عنه طبعا هنا سنضيف له بي. إذا المقصود به هنا موفمون بار لوكيل أن كور ماتيريال، موفمون بار لوكيل أن كور ماتيريال فيا أون أورتي أن أوتر. إذا نتكلم عن حركة بار لوكيل التي عن طريقها أن كور ماتيريال، نتكلم عن جسم مادي ملموس فيا أون أورتي أن أوتر، أنه يأتي ليضرب آخر. إذا هذه الضربة تسمى كو. إذا نتكلم عن حركة موفمون بار لوكيل أن كور ماتيريال التي من خلالها جسم مادي ملموس طبعا فيا أون أورتي أن أوتر، يأتي ليضرب آخر. إذا هذه الحركة اللي تيجي بها الجسم المادي ليضرب بها آخر من خلالها طبعا، إذا هذه تسمى أن كو. أن كو تنطق بنفس الطريقة ككلمة كو التي تعني العنق، أو نتكلم أحيانا عن أو بيان سي لامبرسيون برودويت باغ سو كي أورت. إذا نتكلم عن الانطباع، طبعا نتكلم عن امبرسيون برودويت. طبعا كلمة امبرسيون ممكن أن تعني طباعة. نتكلم عن لامبرسيون دي ليفر، نتكلم عن طباعة الكتب. تأتي من فعل امبريمي، تأتي من فعل امبريمي. امبريمي أنك تطبع. نتكلم أحيانا عن لامبريمونت، آلة الطباعة تسمى لامبريمونت. ومنها هذه الكلمة اللي هي لامبريسيون يعني الطباعة. ولكن هنا ما تنتكلموش على هذا المعنى، تنتكلموا على كلمة أخرى لا علاقة لها بفعل امبريمي يعني فعل طباعة أو بيان لامبريمونت. نتكلم عن كلمة امبريسيون تتعني الانطباع، ممكن أن تعني البصمة أو السمة. نتكلم عن معنى آخر لهذه الكلمة. إذا هنا نتحدث عن الأثر برودويت الذي يترك أو يعمل إن صح التعبير باسكو كي أورت، بالذي يضرب، بالذي يضرب هذا الجسم اللي تيجي باش يضرب جسم آخر. الضربة اللي تتبقى على هذا الجسم المضروب تسمى كو. إذا هذه الضربة داك الأثر اللي تبقى على الجسم المضروب تسمى أن كو. امبريسيون برودويت باغ سو كي أورت. إذا نتكلم عن انطباع كما نقول متبقي، برودويت كما نقول هنا بأنه منتج أو أنه متروك، باغ سو كي أورت بالذي يضرب. نقول مثلا أن كوساك، أن كوساك. إذا نتكلم عن ضربة جافة إن صح التعبير، نتكلم عن ضربة جافة كما نقول بأن ضربة قوية إن صح التعبير، وبيا فيولون أن عنيفة، أن كو فيولون. إذا نتكلم عن ضربة عنيفة. طبعا كلمة كو ممكن أن تعني في معنى آخر دي شارج دين أغم أف. نتكلم عن طلقة، نتكلم عن طلقة نارية. إذا نتكلم عن دي شارج إفراغ، إفراغ سلاح ناري دون أغم أف. إفراغ سلاح ناري المقصود نتكلم هنا عن طلقة، أنك تفرغ سلاح ناري تجاه شخص أو تجاه كائن آخر. إذا المقصود أنك تطلق ما به. إذا نتكلم عن سيزافي، إذا نتكلم عن آتاره مثلا أكسيون دي بروجكتيل، إذا نتكلم عن الحركة ديال البروجكتيل، إذا نتكلم عن حركة القذيفة، هذه الحركة ديال القذيفة التي ستطلق، حركة القذيفة التي ستطلق من السلاح، إذا ممكن نسميها كو. نقول مثلا كو دو فو، كو دو فو طلقة نارية، كما عندنا هنا طلقة نار، طلقة نار، ولكن المقصود بها طلقة نارية. الذي يهمنا في كلمة كو طبعا ببي، لا نتكلم عن كو بدون بي التي تعني العنق، نتكلم هنا عن كو بهاد بي في آخر الكلمة،
هذه تعني ضربة. إذن عندما نقول أن غون كو، طبعا سنضيف بي هنا، إذن نتكلم عن ضربة كبيرة كما سنرى بعد قليل. ثم عندنا كلمة لوفخون، ثم عندنا كلمة لوفخون، إذا المقصود بها الجبهة، جبهة الرأس تسمى لوفخون. إذا عندما نتكلم عن لوفخون، إذا المقصود بأننا نتكلم عن مقدمة الرأس، أول حاجة، أول شيء في الجسم ديال الإنسان أو في جسمي أو في جسم أي كائن آخر، إذا طبعا هي الجبهة أول شيء. مثلا إذا أخذنا مثلا ثور أو بقرة أو أي حيوان آخر، عندما نتكلم عن جبهة المقصود بأننا نتكلم عن أول الرأس، وبالتالي نتكلم عن أول الجسم. إذا عندما نتكلم عن فعل جابها مثلا، إذا المقصود بأنك تواجه أو أنك تأتي في مقدمة شيء لمواجهة أمر معين. إذا نتكلم عن لوفخون هنا، إذا المقصود بأننا نتكلم عن الجبهة. طبعا كلمة لوفخون كما تلاحظوا بأن كلمة مذكرة. نتكلم أحيانا عن لوفخون دو غير، لوفخون دو غير كما نقول جبهات الحرب. إذا نتكلم عن أول خطوط في الجيش، أول خطوط ديال الجيش، إذا نسمى لوفخون دو غير. كما نتكلم عن الجبهة بالنسبة للرأس أو بالنسبة لبقية الجسم. بعد مرات نتكلم على لوفخون بوبيلار مثلا، كما نقول الجبهة الشعبية، بعض الأحزاب، بعض النقابات مثلا أو تجمعات بصفة عامة، أن تطلق على نفسها هذا الاسم، تسمي نفسها بالجبهة للدلالة على ماذا؟ للدلالة على تقدم الجماهير، وبالتالي أنها تنسب لنفسها هاد القيادة، تنسب لنفسها القيادة، لأن القيادة تكون دائما في أول الصفوف. إذن تسمي نفسها مثلا لوفخون بوبيلار، كما عندنا هنا لوفخون بوبيلار تريومف. إذا نتكلم عن الجبهة الشعبية، أنها تنتصر، أنها تنجح. إذن لوفخون بوبيلار تريومف، إذا نتكلم عن فيكتوار، إذا نتكلم عن نجاح أو انتصار. لوفخون بوبيلار تريومف، إذا نتكلم عن الجبهة الشعبية تنتصر. إذا كما عندنا هنا مثلا لوفخون بوبيلار إيفواريان، لوفخون بوبيلار إيفواريان، إذا نتكلم عن الجبهة الشعبية الإيفوارية لساحل العاج مثلا. الذي يهمنا هنا طبعا هي كلمة لوفخون، إذا نتكلم عن الجبهة أو مقدمة الرأس كما سنرى بعد قليل. نتكلم عن مقدمة رأس المعيزة أو المعيزتين. ثم عندنا آل سوبوسي، آل سوبوسي، طبعا هنا عندنا لو فيرب سوبوسي، ولكن قبل هذا فلنرى لو فيرب بوسي. لو فيرب بوسي سي كوا؟ لو فيرب بوسي، ماذا نقصد بفعل بوسي؟ لو فيرب بوسي يعني فعل دفع. كما عندنا في هذا الملصق انترديكسيون دو بوسي، اذا كما نتكلم عن منع الدفع، ممنوع ان شخص يدفع الاخر، انترديكسيون دو بوسي، دو بوسي. اذا ربما هناك مكان خطر، اذا على الناس ان تتوخى الحذر، وعليها ان تنتبه لبعضها بعضا حتى لا يكون هناك تدافع ويترتب عنه خطر ما. إذا نتكلم عن انترديكسيون دو بوسي، إذا كما نقول منع الدفع، كما عندنا هنا انترديكسيون دو بوسي، إذا سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو بالأشياء، إذا نتكلم عن انترديكسيون دو بوسي، منع الدفع. طبعا ممكن أننا نستعمله في معاني كثيرة، فمثلا لا يمكن أن نقول، لا يمكن أن نترجم بعض العبارات ونقول مثلا بوسي إن كونديداتور، أنك تدفع ترشيح، تدفع ترشيح. هنا طبعا بوسي نتكلم عن أنك تدفع شيء أو تدفع شخص، يعني نتكلم عن شيء ملموس. هنا بوسي إن كونديداتور، بالأحرى علينا أن نقول ماذا؟ بوزي سا كونديداتور أ، أنك تضع مثلا ترشيحك لكذا أو في كذا. بوزي، إذا نتكلم عن لوفير بوزي ولا نتكلم عن لوفير بوسي.
إذن فعل وضع poser sa candidature à، أنك تضع ترشيحك لكذا. إذن نتكلم عن demander solliciter un emploi، demander أنك تطلب، solliciter un emploi solliciter un emploi أنك تلتمس عملا. بعد مرة نتكلم على دفع، كما في اللغة العربية مثلا أنك تدفع أموالا، الدفع عند الاستلام، الدفع عند الاستلام أنك تجيك واحد البضاعة حتى تتلقاها عاد تتخلصها. إذا نتكلم عن بيمون ا ريسبسيون، بيمون ا ريسبسيون. إذا نتكلم هنا عن الأداء ولا نتكلم عن الدفع كما يعني ذلك في اللغة العربية. إذا نتكلم عن بيمون ا ريسبسيون، بيمون ا ريسبسيون. إذا نتكلم عن الدفع عند الاستلام. طبعا كلمة بوسي ممكن أن تعني نباتة، ممكن أن تعني نباتة. نقول مثلا سولي سي بوسي لي شوفو، أنك تترك الشعر يطول، أنك لا تحلق شعرك وتتركه يكبر، كما نقول أنك تتركه ينبت. إذن كما عندنا هنا سولي سي بوسي لي شوفو، إذن أن الإنسان يترك لنفسه تكبير الشعر إن صح التعبير أو إنبات الشعر. دائما مع لو فيرب بوسي ممكن أننا نقول مثلا لي زابغ بوس بلو فيت، إذن الأشجار تنبت بسرعة أكبر. نقول مثلا تو لي زابغ نو بوس با على ميم فيتاس، كل الأشجار لا تكبر بنفس السرعة. هناك أشجار تكبر بسرعة كبيرة وهناك أشجار تكبر أو تنبت متأخرة. تو لي زابغ نو بوس با على ميم فيتاس، لو فيرب بوسي ممكن أنه يعني أنك تطلق صرخة مثلا. فير بروسكومون أونتوندغ أن كخي أن سوبيغ، أنك بشكل مفاجئ تعمل على سماع صراخ. أن سوبيغ كما نقول تناهد، أنك تتنفس بقوة فتخرج ريحا مثلا فيسمع صوتها. إذا نتكلم عن بوسي أن سوبيغ، مثلا نقول بوسي دي هورلومون، بوسي دي هورلومون، أنك تطلق صيحات، أنك تطلق صيحات خاصة عند الحيوانات مثلا. ممكن أن كلمة بوسي كلمة دفع ممكن أن تعني فير الي كيلكان أن جروب دي زانيمو دوفون سوا. نقول مثلا بوسي لي فيزيتور فير لا سورتي، أنك تقود لي فيزيتور الزوار، أنك تقود الزوار فير لا سورتي نحو المخرج، البلاصة اللي غيخرجوا منها، المكان الذي سيخرجون منه. إذا فير الي كيلكان أنك تعمل على سير شخص، أن غروب أو أنك تعمل على سير مجموعة ما، دي زانيمو للحيوانات مثلا، دوفون سوا أمام الشخص. إذا نتكلم عن فعل ساق، ساق أشخاصا، ساق حيوانات إلى مكان معين. بوسي لي فيزيتور فيغ لا سورتي، أنه يسوق الزوار نحو المخرج. ممكن نتكلم عن فيغ أفونسي أبروفونديغ أون أكسيون، أنك تعمل على تقدم، أبروفونديغ أنك تعمق، أون أكسيون عمل ما. نقول مثلا بوسي بلو لوان سي روشيرش، بوسي بلو لوان سي روشيرش، بوسي بلو لوان سي روشيرش، أنه يدفع بعيدا أبحاثه. ما معنى أن نقول عن شخص مثلا أنه يدفع بعيدا بحوثه؟ المقصود بأنه يعمل على تقدم أبحاثه بشكل كبير، كما نقول بعيدا. إذا ممكن أن بوسي أن تعني كل هذه المعاني. فيما يخص لو فيرب سو بوسي ممكن أنه يعني سو روتيغي دان أوندغوا بور ليسي دو لا بلاس، سو روتيغي دان أوندغوا بور ليسي دو لا بلاس، سو روتيغي دان أوندغوا أنه ينسحب من مكان، ينسحب من مكان، بور ليسي دو لا بلاس من أجل ترك المكان، من أجل ترك فراغ لشخص آخر. نقول مثلا بوسيفو بور كو نو بويسيون نو زاسواغ، ادفع نفسك، ادفع نفسك، أو كما عندنا هنا ادفع أنفسكم، بور كو نو بويسيون نو زاسواغ، بور كو نو بويسيون نو زاسواغ، حتى نستطيع الجلوس. ادفعوا أنفسكم حتى نستطيع الجلوس.
ما معنى هذا؟ يعني المقصود كحزو شوية ليه باش حنا نجلسو. بوسيفو بور كو نو بويسيون نو زاسواغ. بور كو نو بويسيون نعدنا لو فيغ بوفواغ. لو فيغ بوفواغ فعل استطاع. بور كو نو بويسيون نو زاسواغ حتى نستطيع الجلوس. طبعا الذي عندنا هنا ال سوبوسي هنا عندنا لو فيرب سوبوسي المقصود بها تدافع. المقصود بها تدافع، المقصود بها ان كل واحده منهما كانت تدفع الاخرى. طبعا لو فيرب سوبوسي كما ذكرنا قبل قليل انه يعني دفع نفسه، ولكن راه ممكن نتكلم عن مجموعه من اشخاص مثلا او من حيوانات كما عندنا هنا انها تدفع نفسها، يعني ان هذا الدفع متبادل. اذا ممكن نتكلم عن مجموعه مثل ذلك الشخص انه يدفع نفسه، اذا الفعل هو صادر منه واليه. وممكن نتحدث عن مجموعه كما عندنا هنا نتحدث عن المعزتين ان الفعل صادر منهما واليهما. اذا ال سوبوسي، اذا هما يتدافعان كما تلاحظوا بان لو فيرب سوبوسي انه مصرف الامبارفي. ثم عندنا ال تومبير، ال تومبير اذا هما سقط. طبعا نتكلم على لو فيرب تومبي، ولكن كيفاش مصرف هذا؟ هذا مصرف في لو باسي سامبل، مصرف في لو باسي سامبل. طبعا تنعرفوا هذا فقط من لي تيرمينيزون. ثم عندنا ال سوفيغ مال، ال سوفيغ مال هما يفعل لنفسهما، هما يفعل لنفسهما سوءا. هنا عندنا لو فيرب سوفير فعل لنفسه، فعل لنفسه. طبعا احيانا نتحدث على لو فيرب فير، مثلا في لو باسي سامبل نقول جو في، تو في، إل في، إل في، نو فيم، فو فيت، إل فيغ، إل فيغ. هذا صرف فعل فير او باسي سامبل. طبعا هنا عندنا هذا الفعل ولكن نضاف له هذا سو. اذا نتكلم على لو فيرب برونومينال سوفير فعل لنفسه، طبعا سيصرف بنفس الطريقه ولكن مع تصريف هذا سو. اذا نقول مثلا جو مو في، تي تو في، إل سوفي، إل سوفي، نو نو فيم، فو فو فيت، فو فو فيت، إل سوفيغ، إل سوفيغ. هنا عندنا صرف لو فيرب سوفير. طبعا لو فيرب فير عادة ومنه لو فيرب سوفير الذي عندنا هنا، هاد الفعل هذا تيشبه إلى حد ما في لو باسي سامبل تيشبه فعل آخر اللي هو لو فيرب إتر. كما تلاحظوا هنا طبعا كما ذكرنا قبل قليل صرف لو فيرب فير أو باسي سامبل نقول جو في، تو في، إل في، نو فيم، فو فيت، نو فيم، فو فيت، إل فيغ، إل فيغ. لو فيرب إتر أو باسي سامبل نقول جو في، حتى لا يكون هناك خلط، جو في بإي ماشي بإي. جو في، تي في، إل في، إل في، نو فيم، فو فيت، إل فيغ، إل فيغ. لو فيرب فيغ عندو إي، لو فيرب إتر عندو إي. إذا عندنا هنا إل سوفيغ مال، إذا هما فعلا لنفسهما سوءا، كل معزتين فعلت سوءا للأخرى. إذا ثم عندنا إل بالي، إل بالي، إل بالي. طبعا لو فيرب بالي المقصود به بوسي، بوسي أن بالمون، أنك تطلق أن بالمون، أنك تطلق صراخا. ولكن بالنسبة للحيوانات إذا نقول مثلا لو بيلمون دو شافر، لو بيلمون دو شافر، إذا نتكلم عن صراخ المعزة. طبعا كل حيوان عنده اسم خاص بالصراخ ديالو، مثلا لان نتكلم عن لو بغيمون. إذا نتكلم عن لو فيرب بغيغ، نتكلم عن لو فيرب بغيغ فعل صرخ أو نهق. بالنسبة للقطة أو للقط كما عندنا هنا نتكلم عن لو ميولمو، ميولمو، لو ميولمو. إذا نتكلم عن الصراخ، نتكلم أحيانا عن لو فيرب ميولي. إذا لو شوفال، لو شوفال بالنسبة للحصان نتكلم عن لو إينيسمون،
ومنه لو فيرب انير ومنه لو فيرب انير انير كما نقول سهل. اذا كل حيوان عنده واحد الاسم خاص بالصوت ديالو. بالنسبه للمعزه وللخرفان لو فيرب بالي او بيان لو بيلمون. ثم عندنا الغومونتير. طبعا هنا عندنا لو فيرب غومونتي. عندما نتكلم على لو فيرب غومونتي كما ذكرنا فيما سبق المقصود بانك تصعد ثانيه، لاننا تنعرف بان لو فيرب مونتي فعل صعد. لو فيرب مونتي هذا فعل صعد. طبعا هذا الفعل هذا مسبوق بدغه، اذا نتكلم عن مونتي دو نوفو انك تصعد ثانيه. روغاني لوندرو دو لوني ديسوندي. روغاني لوندرو دو لوني ديسوندي اننا نعود الى المكان. دو لوني ديسوندي من حيث نزلنا، اننا نعود الى المكان من حيث نزلنا. نحن نزلنا من مكان معين ثم اننا نصعد اليه. اذا ممكن نتكلم على الفيرب غومونتي او اننا نصعد ثانيه. مونتي دو نوفو نقول مثلا الي غومونتي او غوني، يعني انه صعد الى الهوري. اذا على كل حال عندما نتكلم على الفيرب غومونتي ممكن نتكلم عن صعد ثانيه او فقط صعد. سيلفي دو نوفو ان بوينت. سيلفي دو نوفو ان بوينت يعني انك تصعد ثانيه في حد في المنحدر. هناك منحدر تصعد فيه ثانيه. اذا سيلفي دو نوفو ان بوينت نقول مثلا لا روت ديسون. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب ديسوندغ. نتحدث هنا على لو فيرب ديسوندغ فعل نزل. اذا لا روت ديسون الطريق تنزل بوي غومونت. بوي غومونت ثم انها تصعد. طبعا كما تلاحظوا هنا اننا استعملنا لو فيرب غومونتي ولكن سون زيدي دو ريبيتيسيون، يعني بدون فكره التكرار. يعني ما تنتكلموش على ان الطريق تصعد ثانيه ولكن من حيث المعنى كاننا نقول هذا. اذا سون زيدي دو ريبيتيسيون اذا نتكلم عن صعد فقط. اذا لا روت ديسون نقول لا روت ديسون الطريق تنزل، المقصود بان هناك منحدر بوي غومونت ثم انها تصعد ثم هناك صعود. طبعا عندما نتكلم على فيرب مونتي كما ذكرنا قبل قليل تكلمنا عن هذا الفعل في المعنى ديالو ان ترانزيتيف انه غير متعدي. عندما نقول الي غومونتي او غوني يعني هو صعد الى الهوري، اذا هو صعد بنفسه لم يصعد شيئا اخر. اذا نتكلم هنا على فيرب غومونتي ولكن كون فيرب ان ترانزيتيف كما نقول بانه فعل غير متعدي، ولكن ممكن نتحدث على فيرب غومونتي كفعل متعدي. فيرب ترانزيتيف المقصود بانه كما نقول يحتاج لمفعول به. نقول مثلا باركورير دو نوفو فيغ لو. باركورير دو نوفو فيغ لو انك تسير من جديد نحو الاعلى. طبعا راينا هذا بهذا المعنى ولكن هنا ستاتي باستعمالات اخرى. نقول مثلا غومونتي لسكالي كما نقول بانه صعد مجددا الدرج. صعد الدرج كما نقول بانه فعل شيئا للدرج. هو في الحقيقه صعد بنفسه. هو في الحقيقه صعد بنفسه ولكن من حيث الكلام تاتي وكان هذا الشخص فعل شيئا للدرج. مثلا نقول صبغ الدرج انه قام بفعل ما على الدرج، ولكن هنا انه هو لم يقم بشيء للدرج، هو صعد بنفسه لكنها تقال بنفس الصيغه غومونتي لسكالي. اذا هذا الفعل سان فيرب ترانزيتيف انه فعل متعدي. مثلا غومونتي ان فلوف انك تصعد نهرا. مثلا واحد النهر جاي هابط، واحد النهر انه مائل انه هابط انه نازل، وانت بواحد القارب انك صاعد. اذا نتكلم عن غومونتي ان فلوف انك تصعد نهرا. او نقول مثلا غومونتي لو كور دان فلوف انك تصعد التيار نهر. انك تصعد ضد تيار نهر. تيار ديال النهر نازل
أنت صاعد. إذا نتكلم عن رومونتي لو كور دان فلوف، رومونتي لو كور دان فلوف. إذا نتكلم هنا عن لو فيرب رومونتي إل رومونتيغ، إذا هنا يصعدنا إن صح التعبير، نتكلم هنا عن المعيزات. ثم عندنا لا بيرجوري، لا بيرجوري إلو باتيمون، إلو باتيمون كما نقول ذلك السكن، و إيفونتيالمون لونكلو، إذا نتكلم عن المكان ريزيرفي أليلفاج دي زوفان، المخصص، المخصص لتربية المواشي، لا بيرجوري، كما في الصورة عندنا هنا، إذا هذه تسمى لا بيرجوري، حيث يكون هناك خراف، يكون هناك ماعز إلى غير ذلك. إذا هذا المكان المخصص لهذه الحيوانات يسمى لا بيرجوري. الآن نعود إلى النص كما عندنا هنا. Mais la petite chèvre blanche ne voulait pas retourner. Elle voulait passer la première. Si tu ne me laisses pas passer, si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à maman chèvre. Je le dirai à maman chèvre. Elle a de grandes cornes et elle viendra te corner. Et elle viendra te corner. Eh bien, moi, si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à mon papa chèvre. Il viendra corner ta maman. Il viendra corner ta maman. Laisse-moi passer ou je vais te donner un coup de tête. Non, je veux passer avant toi. Mais la petite chèvre blanche ne voulait pas retourner. Il voulait passer la première. Si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à maman chèvre et elle viendra te corner. Eh bien moi, si tu ne me laisses pas passer, si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à mon papa chèvre, il viendra corner ta maman. Il viendra corner ta maman. Laisse-moi passer, ou je vais te donner un coup de tête. Non, je veux passer avant toi. Mais la petite chèvre blanche ne voulait pas retourner. ولكن المعزة الصغيرة البيضاء ne voulait pas retourner. أنها لم تكن تريد أن تعود. Ne voulait pas retourner. Ne voulait pas retourner. أنها لم تكن تريد أن تعود. إذن كما عندنا هنا ولكن المعزة البيضاء أنها لم تكن تريد أن تعود. Ne voulait pas. طبعا هنا عندنا لو فيرب فولوار مصرف à l'imparfait. طبعا نتكلم على لو فيرب روتورني فعل عادة أو استدارة. إذن هي لم تكن تريد لتستدير ثم تعود من حيث أتت. Elle voulait passer la première. إذن هي كانت تريد passer la première. أن تمر الأولى. إذن هي كانت تريد أن تمر أولا. Si tu ne me laisses pas passer. إذا أنت لم تتركيني أمر. Si tu ne me laisses pas passer. Si tu ne me laisses pas. إذا لم تتركيني. Passer. أمر. Je le dirai à maman. سأقوله لأمي. Chèvre. المعزة. إذن أنا سأقول هذا الأمر بمعنى آخر سأشكوك لأمي المعزة آل أدو غونت كورن إذن هي عندها قرون طويلة هي عندها قرون كبيرة آل فياندغاتو كورني هي تأتي كما نقول لتقرنناك هي ستأتي آل فياندغا طبعا عندنا لو فيرب فينيغ صرف أو فيتور سامبل آل فياندغا ثم هي ستأتي تقرني تقرنك المقصود أن تضربك بالقرون طبعا لو فيرب كورني عنده معاني أخرى طبعا من غير هاد المعنى اللي عندنا اللي عنده علاقة بليكورن عنده علاقة بالقرون ممكن نتكلم عن لو فيرب كورني المقصود بها كلاكسوني أنك تطلق صوت إنذار نتكلم عن لو فيرب كورني الذي يهمنا هنا هو لو فيرب كورني الذي عندنا هنا الذي يعني أنك تضرب بقرن Si tu ne me laisses pas passer إذا أنت لم تتركيني أمر Je le dirai à maman chèvre سأقوله لأمي المعزة Elle a de grandes cornes هي عندها قرون كبيرة Elle viendra te corner هي ستأتي لتضربك بقرونها Eh bien جيد Moi أنا Si tu ne me laisses pas passer إذا لم تتركيني أمر je le dirai à mon papa chèvre. سأقوله لأبي المعز. Il viendra corner ta maman. هو سيأتي ليضرب أمك بالقرن. كما نقول بأنه سيأتي ليقرننا أمك. تقريبا هنا نتكلم عن لو فيرب كورني المقصود أنك تضرب بالقرن كما ذكرنا.
il viendra corner ta maman ou essayer de lui dribber ou marquer le corner. Laisse-moi passer. Et troquini amour. Oh, je vais te donner un coup de tête. أو أنني سأعطيك أن كو دو تيت. نتكلم عن كو كما ذكرنا بهد بي المقصود ضربة. أو جو في تو دوني أن كو دو تيت أو أنا سأعطيك وإلا أنا سأعطيك ضربة رأس. ضربة رأس المقصود بأنني سأضربك برأسي. ليس ما باسي أو جو في تو دوني أن كو دو تيت. إذن تقول المعزة الأخرى لا، je veux passer avant toi. لا، أنا أريد أن أمر قبلك. ثم، et la petite chèvre noire baissa la tête et donna un grand coup avec son front à la petite chèvre blanche. La petite chèvre blanche baissa aussi la tête et pon. Elle donna aussi un coup avec son front. Et la petite chèvre noire والمعزة الصغيرة السوداء بس على تيت تنزل رأسها أنها تخفض رأسها تتهبط الرأس ديالها بس. طبعا نتكلم هنا على الفيرب بيسي نتحدث هنا على الفيرب بيسي فعل أنزل كما نقول خفض أنك تخفض شيئا إذن هي تخفض رأسها أنها تنزل رأسها إلى الأسفل اي دونا أن غون كو افيك سون فرون ثم تعطي طبعا كما تلاحظوا بان لو فيرب بيسي ثم لو فيرب دوني انهما مصرفان او باسي سامبل اذا هي تخفض راسها ان تنزل راسها اي دون ان غون كو ثم تعطي ضربه كبيره افيك سون فرون بجبهتها بمقدمه راسها على بيتيت شيفر بلونش تعطي هذه الضربه للماعزه الصغيره البيضاء ثم لا شيفر بلونش ثم المعزة البيضاء بدورها بيسا وسيلاتيت أن تنزل أيضا الرأس المقصود بأن تخفض رأسها اي بون ثم بون يسمع هكذا بون إل دونا أوسي أن كو أفيك سون فرون هي تعطي أيضا ضربة بجبهتها المقصود بأن المعزة البيضاء الصغيرة هي بدورها ضربت المعزة السوداء بمقدمة رأسها إذن طبعا سنستأنف في الفقرة القادمة بقية القصة لنستنتج منها شيئا مهما إذن إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.